أهلا فيكم برج الميزان في قناتي، راح نشوف توقعاتك العاطفية. طبعا طاقات القراءة مفتوحة، يعني ممكن تنطبق عليك القراءة فترة أطول من أسبوعين، ممكن من أسبوعين إلى شهر أو حتى أكثر، فالوضع بيختلف من شخص إلى آخر. ولكن اليوم راح نشوف توقعاتك العاطفية. القراءة عامة، يعني مش راح تنطبق على الجميع، ولكن في ممكن يكون بالفيديو رسالة أو إشي معين أنت ممكن تحس إنه طاقته بتشابهك، فخذ من الفيديو الأشياء اللي بتحسها إيجابية أو بتخدمك، وترك الأشياء الباقية لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر. راح نشوف طاقتك الحالية، طاقة الحبيب الحالية أيضا، وشو ممكن يكون سبب الخلافات أو النزاعات بينكم بالوقت الحالي، سبب المشاكل، الانفصال، هيك يعني. ورح نشوف خطواتكم في المستقبل أنت والحبيب، وأيضا شو مصير العلاقة بينكم في المستقبل. طيب راح نبلش أول إشي بطاقتك يا برج الميزان. في عندك شخص حاليا عم شوفك عم تستني خبر منه، أو عم تحس عم ترفض عروض حب من أشخاص معينة، أو ممكن مساحة قلبك الداخلية في الوقت الحالي أنت مغلق عليها، أو مش عم تحكي فيها، لأنه عم شوفك رافض الحب ولكن بنفس الوقت عم تستنى رسالة أو خبر معين من شخص أنت بتعتبره سولميت أو بتعتبره رفيق درب. عم شوف البعض منكم عم تراقب هالشخص من بعيد أو على السوشيال ميديا، عم شوف إنه بدك تتقدم مع هالشخص، أو بدك علاقتك مع هالشخص تتطور، ولكن بنفس الوقت البعض منكم شاك إنه ممكن هالشخص يكون في معه أطراف أخرى، أو موجود معه شخص آخر، أو هو بعلاقة أخرى هون. والبعض منكم عم يقرر انه فقط يلتزم بالصمت حاليا، او ما تحكي او ما تعبر، ولكن عم شوفك عم تحلم بها الشخص كتير، او عم تسرح بها الشخص كتير. طيب هاي بالنسبة للبعض منكم ممكن انت تكون محطوط امام اختيار حاليا بين شخصين، أو بين طريقين معينين بحياتك. في البعض منكم عم يحاول يوصل إلى استنتاج إنه هل تضل مع هالشخص بالمرحلة اللي أنت فيها حاليا، أو تتقدم إلى الأمام، لأنه هالكرت أيضا يحكي عن اختيار معين، أو إنك بتحتاج تختار اختيار معين. طيب بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك حاليا، عم شوف في كتير من الأمور المغلوطة بطاقة هالشخص. ممكن يكون عالق بأفكار ومعتقدات وأوهام غير حقيقية، لأنه لسبب ما هالشخص عم يشوف إنه هو مظلوم، سواء كان بالتواصل معك أو بالعلاقة تبعتكم أو بشكل عام. هالشخص بيشوف إنه انظلم من نوع بإشي معين، عم يحس إنه في حدا انغدر منه وعالق حاليا أو ممكن يكون الحكي مش صحيح، لأنه هالكرت أيضا مع هالكرت وهالكرت
بيحكي لي انه هالشخص ممكن يكون اغلب الافكار هاي هي فقط في مخيلته. يعني انت عم تتعامل مع شخص في عنده بارانويا عالية، وفي عنده توتر، وفي عنده قلق، وفي عنده خوف دائما، في عنده مشكلة بالثقة بالناس، دائما بيحس انه الاشخاص اللي حواليه ممكن تجرحه بطريقة معينة، او دائما بيحس انه برغم انه ممكن تكون الامور صحيحة او لا، او الاشي اللي عم بيحس فيها حاليا ممكن تكون صارت او لا، لانه هالشخص بالنسبة له بيعتبرها حقيقية، يعني هو مش تمثيل، بيعتبرها حقيقية لانه عنده the death card. يعني هالشخص عم يحس بوجع هالاشي، يعني ممكن يكون في مخيلته، ولكن بالنسبة له بيشوف انه اغلب هالاوهام حقيقة بالنسبة له، بيحس بوجعها وعم يمر بتغيرات الشخص حاليا بشخصيته. عم شوف ايضا انه ما بين البدايات الجديدة بالحب وما بين شخص بحياته بيعتبره سولميت، في كتير افكار مغلوطة بتحتاج الى التوضيح، ولكن مش عم يصير فيها توضيح لانه الطرفين بهالعلاقة مش عم يحكوا مع بعض، كل طرف داير ظهره الى الشخص الاخر. فما بين انه يمضي ببداية جديدة وبين الحب اللي عم يحس فيه حاليا او شخص بيعتبره سولميت، هالشخص عم يحس انه مظلم نوعا ما، ممكن يكون حاليا مش عم يفكر بطريقة صحيحة. طيب بالنسبة لشو ممكن يكون سبب المشاكل بينكم او سبب الخلافات بينكم، عم شوف في طاقة متهورة بينكم. في طرف رافض الحب، هالكرت هو نفس هالكرت، فممكن تكون انت هالطرف اللي عم ترفض انك تقبل من هالشخص عرض حب او تسمح للتواصل بينكم او المشاعر بينكم انها تكبر، لانه في هون الطاقة المشتركة بينكم في زعل، فمبين انه لا انت مرتاح وايضا الشريك مش مرتاح. في طاقة ايضا بينكم متهورة او سريعة، بمعنى انه ممكن التواصل بينكم يصير بسرعة وينتهي بسرعة، او دائما انت وهالشخص بتفوتوا على حياة بعض بطريقة غير متوقعة او بطريقة الشخص الاخر ما بيتوقعها، فبتسبب نوع من اللخبطة او التشوش. هنشوف ايضا انه للبعض منكم انت وهالشخص في فرق بالسن، عم شوف هون في شخص اكبر من الشخص الاخر، وفي في طرف عم يحاول انه يستخدم طاقة الجذب بهالعلاقة انه يجذب الطرف الاخر، وممكن يتطرق إلى أساليب مش كتير منيحة، لأنه هالكرتين مع بعض، ثلاث الكروت مع بعض بيورجوا إنه في شخص بده يكون هو القوي أو هو اللي يحمل مصدر القوة بالعلاقة، ولكن ممكن تكون بطرق يعني مش نظيفة، أو بالأصح أو يعني هالكرت مع هالكرت في مثل الهوس بالسلطة أو بالسيطرة، أو في شخص ما عنده أي استعداد إنه يتنازل بهالعلاقة أو يكسر الشخصية اللي هو بانيها لحاله.
ولكن من جوا عم شوف إنه برضو مش مرتاح هالشخص، سواء كان أنت اللي عم تساوي اللي هي الطاقة تبعتك أو هالشخص، ولكن بما إنه مشتركة فمبين إنه أنت وهالشخص وكأنه ند بند حاليا، أنتوا كأنه في بينكم مثل مش حرب، ولكن في بينكم مثل النزاع اللي عم تتواجهوا أنت وهو، في ند بند، ولكن النتيجة بالآخر هي يعني خسارتكم هون، لأنه هيد عم يستخدم جميع القوات اللي عنده الكويسة واللي مش كويسة، لأنه عندك the devil، وأيضا هاد الطرف عم يستخدم جميع المعرفة تبعته الكويسة والمش كويسة. فهذا هو السبب أو واحد من الأسباب اللي عم تؤدي إلى خلافات بينكم بالعلاقة. سوري حبايبي قطعت الكاميرا معي. خلينا نشوف توقعاتك أو خطواتك في المستقبل. عم نشوف برج الميزان بالمستقبل أنت عم تدور على أشخاص بيشابهوك بالشخصية، أو عم تدور على شخص معين يكون يشابهك بالشخصية. عم شوف الحب في تركيز لإله بالمستقبل، ولكن أيضا مركز كتير على وضعك المادي، وممكن أيضا بالمستقبل وضعك المادي يكون مسبب لك نوع من التوتر، لأنه عم شوفك عم تشتغل على مشروع معين أو شيء معين عم ياخذ منك مجهود كتير عالي، ولكن عم بتحس إنه الحمل زاد عليك بالمستقبل. ممكن أيضا البعض منكم عم يركز على وضعه المادي بالمستقبل، لأنه بيشوف إنه مهم من أجل العلاقة تكون ناجحة بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه، أو حتى أي شخص جديد. عم شوفك عم تطمح، عم تدور على الاستقرار المادي أكتر، وأيضا عم تدور على أشخاص بيشابهوك بالشخصية، أو عم تدور على مجموعة أشخاص تحس معهم إنه أنت إنه بتفهمهم وهم بيفهموك أيضا. عم شوف ولكن أكتر إشي الأوراق اللي إجت عندك بالمستقبل أغلبها أوراق مادية. ممكن أيضا يكون في عندك أو تحس إنه الحمل زاد عليك، لأنه عم تحس إنه الشخص الآخر ما في تعاون من طرفه، أو عم تحس إنه أنت اللي عم تحط أغلبية المجهود بالعلاقة اللي أنت فيها. وبالنسبة لخطوات الحبيب أو الشريك في المستقبل، عم شوف هالشخص ممكن يكون عاطفي أكتر منك، أو ممكن يكون من النوع اللي بيحل مشاكله بطريقة عاطفية أكتر، أو بيستخدم العاطفة أكتر بحل مشاكله. عم شوف هالشخص بالمستقبل في عنده اعتراف أو حكي معين بده يحكي لإلك، ولكن عم شوفه أيضا في شخص عندك بالمستقبل، أو هالشخص بالمستقبل التواصل بينكم، إذا في تواصل رح يكون مش صادق، أو في تناقض شوي، لأنه هالشخص عم شوفه كتير مشوش وعالق بين شخصيتين أو بين وضعين، ولسبب ما عم يحس إنه هو مربط، أو عم يحس إنه بده يظهر الطفل الداخلي بالعلاقة، أو بده العلاقة تكون عفوية معك، ولكن بنفس الوقت عم شوف إنه باني أسوار كتير حوله هالشخص، وفي سيوف كتير حوله. والسبب الرئيسي بالحالة اللي هو فيها انه هالشخص عاطفي كتير، عم شوف انه بالمستقبل بده يتعلم يوازن بين المنطقية وبين العواطف، لانه
ممكن يكون برج مائي أو برج ناري، لأنه عم شوف شخص متهور أو شخص متقلب بالأصح. ممكن يكون يعني مش متهور باتخاذ قراراته، ولكن ممكن يكون متقلب المزاج أكثر. بالنسبة لطاقتكم في المستقبل، عم شوف هون في شخص عم يفكر بالرحيل من هالعلاقة بالمستقبل، أو في بينكم لأنه طاقة مشتركة، البعض منكم ممكن يفكر أنه ياخذ وقت مستقطع بالعلاقة من أجل أنه كل طرف يشتغل على حاله، وأيضا كل طرف يستشفي هون، لأنه عم شوف بالمستقبل أنتو بحاجة إلى فترة نقاهة من هالعلاقة، أو إلى مساحة أكبر بينكم لحتى أنت تحل أمورك الشخصية وأيضا هالشخص يحل أموره الشخصية. عم شوف أنه التواصل بينك وبين هالشخص أو كونكشن بينك وبين هالشخص عم تحسوا أنه في حمل عليكم بالمستقبل، وبحاجة أنكم تأخذوا وقت مستقطع، تأخذ أنت وهو وقت مستقطع. عم شوف ولكن الانفصال بينك وبين هالشخص رح يسبب خيبة أمل للبعض منكم، لأنه في بينكم بتحسوا أنه التواصل بينكم قوي. ممكن أيضا يكون في طرف معتمد على الطرف الآخر أكثر، أو عاطفيا معتمد على الشخص الآخر أو الطرف الآخر أكثر، فممكن يكون في عندكم codependency issue أو مشكلة بأنه الطرفين يكونوا معتمدين على حالهم بهالتواصل. يعني في شخص كتير معتمد على الطرف الآخر، يعني عم شوف في شخص مستقل أكتر وفي شخص بيحتاج الطرف الآخر أكتر. طيب بدنا نشوف شو ممكن يكون في رسائل من الحبيب اللي بده يوجهها لإلك هالشخص. طيب خلينا نشوف شو الرسائل اللي هالشخص بده يحكيها لإلك، أو ممكن يكون في عنده صعوبة بإنه يحكيها لإلك. I really can't describe what I'm experiencing when it comes to you. فهالشخص في عنده تشوش بمشاعره، أو في عنده صعوبة بالتعبير بشو هو بيحس تجاهك أو تجاه هالعلاقة أو تجاه التواصل، فالتواصل عم يسبب له نوع من التشوش. Pray for me. فهالشخص بهالفترة بيحس إنه بيحتاج إلى فقط بيحتاج منك إنك ترسل له طاقة إيجابية أو تدعي لهالشخص، لأنه مبين إنه الأمور اللي هو عم يحاول يحلها ويشتغل عليها أمور خاصة فيه. I am watching you real life on social media. فهالشخص إذا في بينكم social media عم يراقبك فيها، أو حتى بالحياة الحقيقية يعني in real life، كلا الحالتين هالشخص عم يتابع أخبارك. I am sorry for the past pain your exes and or I may have caused you. فهالشخص ممكن يكون جرحك بالماضي وبده يحكي لك انه هو متأسف من اي وجع انت عم تختبره حاليا، سواء كان منه او سواء كان من اشخاص قديمة في حياتك. I am planning something. فهالشخص عم يخطط لإشي معين وبيحتاج بيطلب منه وقت، أو بيحتاج منك إنه يكون في عندك صبر، لأنه في خطة براسه أو في إشي عم يخطط لإله هالشخص، ولكن
ممكن لسه عم يشتغل عليه حاليا، أو لسه عم يحاول إنه يحبك الخطة، أو ممكن إذا أنتم مش عم تتواصلوا ممكن هالشخص يكون عم يخطط، عشان هيك عم يراقبك بالسوشيال ميديا، عم يخطط إنه يتواصل معك. طيب آخر إشي بدنا نسحب كروت للنصيحة حتى نشوف كيف ممكن تستفيد أنت من الوضع. فبالنسبة لمواليد برج الميزان، في أنت مع هالشخص كان في وضع كتير مترك، أو كنت متلخبط بشأن موضوع معين مع هالشخص، ولكن في المستقبل رح تتوضح لإلك بعض الأمور، في حقيقة رح تكشف لإلك بشأن هالشخص. بيختلف من شخص لآخر شو رح تكون نوعية هالحقيقة، ولكن في حقيقة رح تظهر بحياة هالشخص، انت رح تكتشفها او رح تسمع فيها او رح تعرفها سواء من هالشخص او من اشخاص اخرى. وبالمستقبل اذا انت انحطيت امام وضع بتحتاج انك تختار فيه، او امام طريقين، لأنه هون هالكرت بيحكي لك إنه في أمور مع هالشخص أو بهالعلاقة أنت كنت عم بتحطها على جنب أو عم تتجنب إنك تتعامل معها، ولكن رح تنحط بوضع إنه لابد من إنك تختار قرار بهالتواصل أو مع هالشخص. فبدك تطلب المساعدة من الله لحتى يرشدك باتخاذ القرار الصحيح. أيضا البعض منكم في تغيير رح يصير، a happy change، تغيير بوضع إيجابي، والبعض منكم اللي كان عم يدعي بشأن هالشخص أو بشأن هالتواصل والعلاقة مع بعض، في تقدم رح يصير سواء كان مع هالشخص أو سواء للبعض منكم اللي رح يقرر يترك هالشخص من أجل علاقة جديدة أو من أجل طريق جديد. ولكن بدك توثق بخطواتك أو باختياراتك بالمستقبل. أوكي حبايبي برج الميزان، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في الفيديو.